كان هذا معنا تقرير العناوين، وخلونا نروح على السريع لعالم السوشيال ميديا اللي ما نقدر نخلص ولا ينتهي ابدا. كل يوم تطلعونا بشيء جديد، وايضا هاشتاجات بتكون ترند في تويتر تحديدا، والهاشتاج الترند هو تجمع النباتيين العرب، واللي كان في اكثر من 12,000 تغريده. تخيلوا يا جماعه 12,000 تغريده في هذا الهاشتاج، طبعا دارت خلاله الكثير من التغريدات في نقاش حول هذا السلوك الغذائي للنباتيين. اتوقع يعني في ناس كثير كانت معارضه هذا السلوك، وفي ناس كثير كانت مع هذا السلوك. ليش؟ لانه صراحه ومن اللي بنشوفه دائما من اللي بنقرا في الأخبار تحديدا، أنه الأشخاص النباتيين أو اللي نظام غذائهم هو نباتي فقط بيعمروا الفترة أطول، بالنهاية أكيد الأعمار بيد الله، ولكن هذه بعض الأسباب اللي ممكن تزيد في عمرهم. بس السؤال اللي بنسأله نفسنا، هل فعلا النباتيين بيحرموا نفسهم من جميع أنواع اللحوم، واللي أتوقع أنها يعني ألذ شيء بالدنيا؟ ولكن لتفاصيل أكثر رح نتكلم في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أخصائية التغذية منار منشي. ويا هلا فيك يا منار. يا هلا فيك لميا وجميع المشاهدين، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، كيف حالك؟ طولنا عليك، يعني فترة كانت جدا طويلة ونورتينا مرة ثانية. بداية خليني أسألك منار، هل فعلا هناك مخاطر صحية من سلوك النباتيين ولا لا؟ طيب شوفي، أنا أقول لك، في البداية هو موضوع النباتيين من زمان ما كان دارج عندنا في المجتمع العربي، كان صحيح. جدا نادر صحيح. وحتى نحن يعني لما درسناه كنا نقول إنه عشان الناس اللي ما يأكلوا لحوم، لأنه مثلا زي يكونوا أصحاب الديانة البوذية أو ما شابه، فيكونوا صحيح. ما يأكلوا اللحوم لأن معتقدات دينية عندهم صح. الفترة الأخيرة الموضوع صار دارج عندنا، وصلنا يسمع كثير، وزي ما قلتوا كمان صار فيها هاشتاج، وصاروا يعني صاروا أحيانا زي ما تقولي الناس صاروا حزبين يعني كأنه تقولي ما الناس ما كفتهم المضاربات اللي بتصير بين أصحاب المذاهب المختلفة وفريق الكورة المتعصبين، دحين صاروا حتى نباتيين وغير النباتيين صاروا بيهجموا على بعض، وصار في كأنه هجوم، كل شخص دا يقول للثاني أنت ما عندك رحمة تاكل الحيوانات، وده الثاني يقول له أنت بتحرم نفسك من أشياء مرة لذيذة. مو بس كذا صح؟ اللي بيصير في الأخير، لكن إيه اللي أقول لك في الأخير اللي بيصير؟ الشخص يقدر إنه يكون نباتي ويقدر إنه يحصل على جميع الأحماض الأساسية اللي هي بتكون في البروتينات. ما أقول إنه ما يقدر، يقدر، لكن الموضوع يبغاله يكون هو شخص مطلع وبيشوف مصادرها وبيشوف تنوع أنواع البروتينات وبيشوف إيش البدائل. يعني عندنا مثلا ممكن ياخذ البقوليات صحيح، زي الحمص، الفول، دي الأشياء كلها فيها، لو هو قدر ينوع في أنواع البروتينات ومصادرها حيقدر إنه هو يكون غذائه متكامل. صحيح، يعني نقدر نقول انه ما في اي مخاطر للنباتيين في سلوكهم الغذائي تحديدا. طب انا ابغى اوضح سؤال جدا مهم للمشاهدين، كثير بيتلخبطوا خصوصا انه عندنا هنا في الخليج شويه ثقافه مو عاليه عن النباتيين او الفيجن تحديدا، نبغى نوضح بين ايش الفرق بينهم واي نظام هو صحي اكثر بين هذول النظامين، النباتيين والفيجن. اوكي، شوف هم عندك ينقسموا، في بعضهم مثلا اللي بيقول هم ياكلوا ياخذوا مثلا منتجات الالبان نفترض صحيح، لكن بعضهم انه لا خلاص يعني اي حاجه هي اصلا مشتقه من الحيوان فهم ما بياخذوها، لكن اكيد انه لو كانوا هم بياخذوا مثلا مشتقات الالبان بياخذوا الاجبان. بعضهم كان ممكن في بعض انواع النباتيين برضه بعضهم مثلا ما بياخذوا، بعضهم بياكلوا الاسماك بعضهم صحيح. لا الفيجن ما بياكلوا اي شيء اكيد. ايوه اكيد، هو كل ما كان الواحد يعني اكيد كل ما كان بياكل اخذ اكثر من مصادر مختلفة أكيد حيكون أسهل له. أنا ما أقول إنه ما يقدر، يعني ما يقدر ياخذ جميع حاجته من العناصر الغذائية، لكن طبيعي حيكون أسهل لما يكون بياكل لحوم أو بياكل أسماك أو بياكل حتى منتجات الألبان. ومنتجات الألبان كمان جدا ضرورية، إنه فيها زي ما قلنا برضو بروتين، فيها كمان برضو الكالسيوم أكيد، البيض والحليب هذه كلها. أيوه أكيد، أيوه صحيح، حتى البيض برضو صح، في بعضهم ياكلوه بعضهم ياكلوه، لكن من الاشياء احيانا بعضهم بيكونوا يحتاجوا مثلا مكملات غذائيه. هو مو شرط، لكن لو احتاج لو اضطر انه هو ياخذ مكملات غذائيه فهو مو خطا انه هو يلجا لها. واهم حاجه فيتامين بي، فيتامين بي كومبلكس، يعني بيراجعوا احيانا مشكله انه يكون ناقص عندهم يعني. فانا ما عندي مشكله انه الشخص يكون نباتي، مني انا شخصيا اكيد ماني نباتيه، وبصراحه ما انادي بهذا الشيء يعني كله. ربنا خلق لنا، ايوه ربنا خلق، لكن يعني ما يدخل معاهم في المواضيع هذه صحيح. فاللي ابغى اقوله هم ممكن يكونوا نباتيين وممكن تكون صحتهم احسن مننا للامانه يعني ممكن، لكن بشرط انهم يكونوا واعيين ويحاولوا
ينظموا اكلهم وينوعوا من مصادر البروتين اللي بياخذوه ومصادر كل الفيتامين، حتى كان كالسيوم او فيتامين دي او اليود او فيتامين بي زي ما قلنا. طب السؤال المهم اللي ممكن كثير من الناس يسالوه في تويتر تحديدا، مين برايك اللي بيعيش لعمر اطول، هل هم النباتيين او غير النباتيين؟ طيب اوكي انا اقول لك السؤال ده صراحة ما قد جاي على بالي وجديد فاجأتيني به. لا حقيقي بيجي في بال كل شخص ممكن يتبع هذا النظام. شوفي انا اقول لك شيء، ايش لو مثلا نفترض انه مثلا في دراسه لقيوها انه النباتيين عمرهم اطول، هم بناء على هذا بناء على هذه الدراسه او هذه النتيجه بينادوا انه الشخص المفروض يكون نباتي، ايش المشكله؟ لانه بيقارنوا لك بين شخص نباتي وشخص غير نباتي، لكن الشخص غير النباتي هذا ما بيحافظ، هو مو شخص بيسوي رياضة، هو مو شخص بينتبه بياكل مثلا لحوم حمراء مثلا بس مرتين او مرة في الاسبوع، لا طبيعي نحن عارفين لما الشخص يكون مثلا ياكل لحوم حمراء بافراط مو منتبه لاكله واكله كله مثلا دهون مهدرجة، طبيعي ايش حيصير؟ الكوليسترول عالي صح؟ الضغط، بيجيك السكر، بيجيك احتمالية الاصابة بالجلطات، هذه تصير احتماليتها اكبر، فعشان كذا. لكن لو نحن حنتكلم بوسطية وبإعتدال ونعطي كل شخص حقه وكل شخص نحترم رأيه وقناعته، تقدري تكوني منتي نباتية غير نباتية تاكلي لحوم عادي وفي نفس الوقت تحافظي على صحتك والعمر أطول بإذن الله بإنك أنت تكوني متوازنة، زي ما نحن دائما نقول كلامنا المعروف اللي هو بتاكلي لحوم مثلا تحاولي يكون الدهون فيها قليل، تقللي اللحوم الحمراء تخليها مثلا مرة واحدة في الأسبوع، تسوي رياضه، تاكلي سلطه، وانتهى الموضوع. اكيد طبعا منار منشي اخصائيه التغذيه، نشكرك على هذه المعلومات اللي قدمتي لنا هي اليوم، واتمنى الناس انهم بداوا يفرقوا وايضا يستوعبوا، لا تحرموا نفسكم عن الاكل تماما، ولكن كل شيء ان زاد عن حده ينقلب ضده، خلوكم وسطيين دائما.